ما حكم وضع أدعية دخول الخلاء أو الخروج منه وأدعية أخرى داخل دورة المياه؟ لا يجوز هذا. أصل تعليق الأدعية على باب المسجد أو على باب دورة المياه، تعليق الأدعية هذه موضة جديدة ما كانت معروفة عند السلف، ولكن الأدعية تحفظ في الصدور وتقال باللسان ولا تعلق في ورق. هذا سبب لامتهان هذه الأدعية، وقد يكون فيها اسم الله وأيضا شيء محدث ليس معروفا. وأيضا هذا الغالب أنه من باب الديكورات يجعلون والتزيين، تزيين المحلات والأبواب، فلا ينبغي هذا العمل وهذا التصرف.